الانتقال من الاعتماد على استخدام الوقود الأحفوري الملوث للهواء مصدراً للطاقة إلى مصادر طاقة أخرى خالية من الانبعاثات الملوثة للهواء دفع العالم إلى البحث عن حلول لدرء أثار أسوأ أزمة مناخية قد يشهدها العالم في عصر ما بعد الصناعة. ومن الحلول المطروحة لتحقيق هذا الهدف كان الهيدروجين الأخضر أحد الحلول المحتملة للاستخدام في القطاعات الأكثر استهلاكاً للطاقة مثل قطاعات الطيران والشحن البحري والصناعات الثقيلة وحتى في تدفئة المنازل. والهيدروجين هو أخف العناصر وأكثرها وفرة في الكون بالإضافة إلى كونه مصدراً للطاقة النظيفة يمكن أن يكون بديلاً للوقود الأحفوري الذي يعتمد عليه العالم في توفير قرابة 80% من إمدادات الطاقة في العالم ويعد المصدر الرئيسي لانبعاثات غازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري. وفي الآونة الأخيرة أعلنت العديد من الدول حول العالم بما فيها الدول المتقدمة والأسواق الناشئة عن مبادرات للهيدروجين الأخضر. مصر انضمت أيضاً لتلك الأسواق لتعلن عن مشاريع تتعلق بالهيدروجين الأخضر كجزء من مبادرة وطنية كما تهدف إلى دمجه في استراتيجية الطاقة 2035. من هنا جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز الجهود في ضوء الاهتمام العالمي المتنامي بمشروعات الهيدروجين الأخضر باعتباره مصدراً واعداً للطاقة في المستقبل القريب وبما يصب في صالح الجهود التي تقوم بها مصر لتصبح ممراً لعبور الطاقة النظيفة ومن ثم مركزاً محورياً للربط الكهربائي بين أوروبا والدول العربية والأفريقية. فعلمياً الهيدروجين الأخضر هو نوع من الوقود الناتج عن عمليات كيميائية يستخدم فيها تيار كهربائي ناتج عن مصادر متجددة لفصل الهيدروجين عن الأكسجين في الماء وبالتالي تصبح طاقة ناتجة دون انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بالغلاف الجوي والمسبب للاحتباس الحراري.